بسم الله الرحمن الرحيم. ده شرح بسيط لمعادلات الاكسل ونفذة الاكسل. الاكسل مكون كده من اعمدة. لو طلب مني احدد مثلا العمود سي، بضغط على سي اللي هي رمز العمود بيتحدد كله. لو طلب مني ان انا احدد صف، بضغط مثلا وليكن الخامس، بضغط على رقم 5 تحديدا وابدأ اشتغل زي ما هو عايز. عايز يكبر الخط فيها، عايز يكبر يعمل ارتفاع للصف زي ما هو عايز. طيب لو طلب مني ان انا احدد خليه بعينها زي مثلا سي 3، ادي سي وادي 3، تقاطع العمود مع صف ده خليه. طيب لو طلب مني مثلا دي 5، ادي دي وادي 5، يبقى امشي مع العمود لغايه ما اوصل لرقم الصف. كده انا حددت الخليه. واتاكد ازاي رقم الخليه اتكتب هنا اهو اللي انا واقفه فيها. طيب لو انا عايزه مثلا احدد مدى معين، مدى يعني من الخلية كذا إلى الخلية كذا، مثلا من الخلية B2 بقف كده إلى الخلية مثلا F5 لغاية F5، كده أنا حددت. طيب في طريقة تانية، B2 برضو ال F5، باجي هنا وبكتب B2 إلى F5 إلى اللي هي شيفت والكاف، انتر. انتر بيروح محدد المدى. طيب ده كده تحديد الخلية والمدى والعمود والصف. الاكسل مكون تحت من 3 اوراق، ممكن ورقتين، وفي ورقة تانية عليها العلامة الصفراء لو حبيت اضيف ورقة اكسل تانية. كل ما بضغط على الورقة البيضة اللي هي عليها العلامة دي بضيف ورقة اكسل تانية. عايز اسمي الورقة مثلا دي وليكن دي، كليك يمين عليها واعادة تسمية وابدأ اسميها اي اسم واضغط على اي خلية او اضغط انتر. تعالوا نشوف اول معادله اللي هي المجموع. عايزه اجمع الصف ده. اي معادله لازم تبدا بيساوي، يساوي سم اس يو ام، دي كلمه معرفه للكمبيوتر اول ما بيشوفها، والاكسل بيبقى عارف نفسه ان هو هيجمع. يساوي سم وافتح قوس شيفت وتسعة. القوس ده كاني بقول له من اول، من اول ايه؟ من اول الخليه بي 2 اهو، بضغط عليها او بكتبها بايدي. يبقى ينفع ان انا اكتبها بايدي بي 2 او اضغط عليها الى، الى اللي هي شيفت وكاف اتجاه المؤشر انجلش، الى ايه؟ الى جي 2 اللي هي اللغه الانجليزيه. همسح كده بي 2 واكتب جي 2 عشان مش هينفع اضغط عليها، وبقفل القوس بشيفت والزيرو وراح ضغطه انتر. جمع اول معادله. طيب عايزه معادله للصف الثاني اللي بعده وهكذا. يساوي سم اس يو ام، وبرضو بفتح قوس وبشوف اول خلية عايزة اجمعها الى، وبشوف اخر خلية عايزة احطها برضو اللي هي جي مثلا 3، وبكفل كده هيجمع من اول بي 2 لجي 3 وانتر. طيب في طريقة تانية للجمع. انا جمعت اول معادلة، طب انا عايزة اتأكد منها. انا وقفت اهو على الخلية، المعادلة مكتوبة فوق قدامي اهو عشان لو حبيت اتاكد منها. ايه الطريقه؟ انا اسحب كده وانزل، دي اسمها السحب والفلات، ده اسمه نسخ للمعادله. يعني بطبق المعادله على باقي الصف. باجي اهو على الكورنر، هنا على الكورنر لما المؤشر ياخد العلامه دي الصغيره اضغط واسحب. كده انا بنسخ المعادله على باقي الصفوف، يعني بنفذها على باقي الصفوف. الطريقه الثانيه للجمع، بكتب يساوي وبضغط على اول معادله مفيش صم، زائد الخلية اللي بعدها، زائد الخلية اللي بعدها، بكتبها او بضغط عليها، الخلية اللي بعدها زائد الخلية اللي بعدها زائد جي 2. مش عارفة اكتبها لان المؤشر داخل عليها بالكلام، فمش عارفة اشاور عليها، فبكتب كده بايدي جي 2. مش هينفع اضغط عليها كليكة، بكتبها بايدي زائد جي 2 وانتر. كده جمعت وهكذا. اسحب كده هيتنفس على باقي الخلايا. طيب دي اول معادلة اللي هي بتاعت الجمع. تاني معادلة اللي هي بتاعت اف. عايز اشوف حالة الطلبة دي مين فيهم ناجح ومين فيهم راسب، بس عايز اشوفها بمعادلة. باجي هنا وبكتب يساوي معادلة اف. عايز اقول له لو الطلبة دول جايبين اكتر من 460، دي مثلا درجة النجاح بتاعتي في المجموع، الطالب ده اكتب له ناجح. طب لو اقل اكتب له راسب. بكتب يساوي ومن هنا من المعالج الجاهز بفتح المعادلة اللي هي الاف اكس دي،
بختار هنا اف، بختار اف وبعمل موافق، بتفتح لي المربع دي، دي معادلة اف. اول مربع هنا بكتب فيه الشرط بتاعي، الشرط اللي هو ايه عندي، دي خانة المجموع لاول طالب عندي، يا اما اضغط عليها او اكتبها، يعني اتش 2 يا اما اضغط عليها كده فبتتكتب هنا او اكتبها بايدي اتش 2. عايزه اقول له لو اتش 2 اكبر من 460 مثلا، يعني 460، اذا اظهر له ان ده ناجح، يعني يكتب له كلمه ناجح. طب لو لا، لو اقل، ده راسب. يبقى هنا جواب الشرط في حاله تحققه بكتب الجواب هنا، في حاله عدم تحققه بكتب هنا اهو value of true value of false. تاني يبقى هنا المعادله بتاعتي لو اتش 2 اكبر من كذا ناجح او راسب، وبعمل موافق. هاجي على الكورنر هنا وبضغط وبسحب، بتتنفذ المعادله. هو ده لا 460، لا 420، ده اعلى ده اعلى، يبقى ده ناجح، وهكذا. دي كده معادله الجمع. عايز اشوف متوسط درجات الطلبه للغه العربيه، معادله افريج متوسط درجات الطلبه للغه العربيه يساوي افريج اهي، يساوي افريج وبفتح قوس، عايزه متوسط اللغه العربيه، بضغط على بي 2 ادي اول درجه في اللغه العربيه الى مثلا بي 6 وبقفل القوس انتر. كده هو جمع وقسم على عددهم اهو، جمع وقسم على عددهم المتوسط. طيب عايزه اشوف معادله تاني اللي هي معادله كاونت. ايه معادله كاونت دي؟ كاونت دي بتعدلي الخلايا اللي فيها ارقام، يعني ما تعدش الخلايا اللي فيها حروف ورموز ولا تعد الخلايا اللي فاضيه، يساوي كاونت افتح قوس وحدد المدى. انا عايزه اعد ايه؟ عايزه اعد من اول A1 الى او اخر خليه مكتوب مثلا، لا انا هاخد لغايه الخليه دي، من A1 مثلا لغايه اي مثلا 8 8، وبعدين بقفل القوس وانت. طيب المعادله اللي مكتوبه قدامي دي المفروض تعمل ايه؟ كاونت، كاونت هتعد ارقام بس، المفروض انا محدده النطاق ده كله، لا هو مش هيعد من النطاق ده كله غير الارقام بس، الخلايا اللي فيها ارقام، يعد الخلايا اللي فيها ارقام وانتر. 36 لو عدينا عدد الخلايا دي 1 2 3 4 5 في 1 2 3 4 5 6 7، لو عدينا دول ب هنلاقيهم 35، 35 وهنا 1 36، عشان انا محدده اهو المدى اهو من A1 لI8 ب 35، وهنا في خليه فيها رقم كده 36. عندي معادله تاني اسمها كاونت A اللي كتبتها من شويه، دي كانت كاونت، دي كاونت A، بفتح القوس هكتب نفس النطاق من A1 الى اهي الى I8 وهقفل القوس انتر. دي ادتني 55، ايه اللي زاد؟ ايه اللي زاد عن ال 36؟ كاونت ايه، المعادله كاونت ايه بتعد الخلايا، اي خلايا مكتوب فيها ارقام بقى حروف اي شيء، المهم ما تعدش الخلايا الفاضيه، لكن مكتوب اي شيء بتعده. لو شفنا الزياده ما بين ال 36 وال 55 الفرق ما بينهم، هنلاقي الخلايا اللي مكتوب فيها اسماء، دي عدد الخلايا اللي فيها اسماء. المعادله اللي بعد كده اسمها ماكس، ماكس دي بتجيب لي اكبر قيمه في المدى اللي انا بكتبه، يساوي ماكس وبفتح القوس، عايزه اجيب اعلى قيمه في العلوم، يعني اعلى مثلا طالب جايب كام عندي، طيب ماكس وبحدد اول خليه اللي هي سي 2، يا بحددها يا بكتبها بايدي، وشيفت وحرف الكاف والمؤشر طبعا انجلش عشان اجيب الاله، الاله اللي هي نقطتين فوق بعض، وحدد اخر خليه سي 6، عايز اشوف من سي 2 لسي 6 اعلى مجموع كان في العلوم كام، وانتر. جالي اعلى مجموع 78، لو بصيت كده بعيني فعلا اعلى مجموع. طيب في معادله تاني اسمها من، يساوي من ام اي ان، من دي اختصار مينيمم اللي هي اقل قيمه، عايز اشوف اقل واحد جايب في العلوم كام، ادي من سي 2 الى، هو بيكتب الخليه الثانيه افتراض يعني كاني بيقول لي انت عايزه الى سي 2، بقول له لا انا عايزه الى سي 6 وبعمل القوس وانتر. قال لي اقل واحد عندك جاب 40، لو بصيت في العلوم كده هلاحظ ان اقل واحد عندي جاب 40، يبقى كده خدنا جمع، كده خدنا معادله اف،
كده خدنا المعادله بتاعت الافريج، كده خدنا المعادله بتاعت كاونت، كده خدنا المعادله بتاعت كاونت ايه، وخدنا المعادله بتاعت اكبر قيمه، وخدنا المعادله بتاعت اصغر قيمه. عندي معادلة تانية اسمها، انا هنا رحت للورقة التانية اللي هي ورقة واحد، عايزة اشوف المعادلة اللي هي بتاعت القسمة division وبتاعت الضرب والطرح. تعالوا نشوفها هنا في الشيت التاني. عندي الشيت التاني عبارة عن منتجات، وحدات مباعة، سعر وحدة، والناتج. الوحدات المباعة دي كلمة المباعة مش باينة، لو جيت هنا بين العمودين وضغطت دبل كليك هتتوسع لغاية الكلام، يعني لغاية ما تكفي الكلام. هاجي هنا في الناتج، في سؤال في الامتحان بيقول لي في الخلية مثلا ديتو ايه المعادلة المفروض اكتبها، هو لا قال لي ان هي هتتجمع، ولا قال لي ان هي هتطرح، ولا قال لي اي شيء. ببص انا كده الوحدات المباعة 5، طيب وسعر الوحدة 2000، يبقى المفروض لا مش هجمع، المفروض كده هضرب، يبقى يساوي ادي الخلية الاولى اللي هتتضرب في شيفت وعلامه الضرب عندي، وادي الخليه الثانيه اللي هي سي، تو، يكتبها يا اضغط عليها كليكه واروح ضغطه انتر، كده هو ضرب الخليتين في بعض. طيب معادله الضرب لازم اضرب خليتين في بعض؟ لا، ممكن يجي في الامتحان يقول لي خليه مثلا بي 2 عايز يضربها في 2 مثلا، ادي بي 2 في 2، يعني ممكن خليه في رقم. كذلك الامر القسمه، انا هنا كان ناتج الوحدات المباعه من الكمبيوتر كان الرقم ده، طيب هسحب وهنفذ على باقي الحاجات المباعه. عايزه هنا انا اقسم الرقم ده مثلا على 2، كان في مثلا شركه في المكان وعايزه اقسم كل حاجه فلوس بتدخل للمكان على 2، يبقى المعادله بتاعتي لازم قسمه، ادي يساوي الخليه دي على سلاش 2 هيديني كام؟ 5000، واضغط واحسب كده. مثلا نكتب هنا الشركاء، ده نصيب مثلا الشركاء، قسمنا الناتج هنا على 2، دي معادلة القسمة. طيب لو انا عايزة اشوف الفرق بين الناتج ونصيب كل شريك فيهم، الفرق بين معادلة عايزة اطرح ده من ده واشوف الفرق ما بينهم كام، يبقى يساوي مدام الفرق ما بين دي على طول معادلة طرح، يساوي ادي الخلية الاولى ناقص دي سهلة الخلية التانية، يبقى معادلة الطرح دي خلية ناقص خلية، وانتر على طول، كمان بضغط وبسحب. في معادلة تانية انا عايزة اذكرها، لو انا مثلا عندي هنا حاجة اسمها الدليفري او حاجة اسمها الضرايب، خلينا نقول الضرايب الاول. عندي خلية عايزة اقول ان فيها 5 ضرايب مثلا، 5% ضرايب. المهم ان الخلية دي انا عايزة اثبتها، ليه؟ لو انا مثلا عندي الناتج او بتاع الوحدات كان هنا 10000، هنا 150، هنا 60، هنا 30، عايزة اضرب مثلا في 5% او اطرح 5% او ايا يكون. المهم الخلية دي هتنفذ على كل اللي عندي دول. انا همسح ده كده عشان انفذ المعادلة. طيب لو عملت يساوي، وضغطت على اول خلية دي وضربتها في مثلا الضريبة بتاعتي دي وضغطت انتر، هيديني الرقم ده. لو سحبت ونزلت كده على باقي الخلايا هيعمل ايه؟ بص كده، لما وقفت على الخلية دي ضرب برضو في اي 2، طيب وقفت على الخلية دي ضرب، لا في اي 3، طب وقفت على الخلية دي لا، طب ضرب في اي 4، لا انا مش عايزاه يضرب في اي 4، مش عايزاه يضغط في دي، لا انا عايزاه يضرب في دي، في اللي هي كل مره يضرب في اي 1، ما يضربليش مثلا في اي 2، لا اي 3 اي 4، هي الخليه دي الخمسه هي اللي بيضرب فيها كده، انا لخبطت الدنيا. طب اعمل ايه؟ في حاجه اسمها ان احنا نثبت الخليه. اثبتها ازاي؟ ادي المعادله وانا بكتبها اجي هنا عند القيمه الثابته دي واروح ضغطه على اف 4،
اف 4 اسمي ثبتت الخليه. يعني ايه ثبتت الخليه؟ يعني لما اسحب كده وانزل انا كده اهو انتر، لما اسحب كده وانزل كل الباقي ده يتضرب في الخمسه دي. بص كده ادي دي 3 في نفس الخليه اللي هي اي 1، طب اللي بعدها دي 4 برضو في اي 1، طب اللي بعدها دي 5 في اي 1. الكلام اللي انا بعمله ده اسمها الخليه المطلقه. يبقى عندي ضرب خليه مطلقه، او ان انا اطرح من خليه مطلقه، يعني يبقى عندي خليه ثابته عايزه انفذها على محتوى، على عمود كامل كله. لان انا لما بسحب وبنزل بياخد الخليه اللي في كل صف، لا انا عايزه هي خليه واحده تتنفذ عليهم كلهم، ضرب بقى جسمه طرح كانت ديليفري كانت ضريبه كانت اي حاجه، وانا بكتب المعادله وانا واقفه جوه الخليه الثابته بضغط على اف 4 من لوحه المفاتيح بيظهر لي علامات الاس دولار. كده معناها ان الخليه دي ثابته، اسحب وانزل تتنفذ على نفس الخلايا. تاني اهو همسح كل ده وهعملها تاني. انا عندي خمسة هنا، عايز اضرب المحتوى ده كله في الرقم ده خمسة، او في الخليه دي اللي هي اي 1. طيب لو انا عملت كده يساوي وجبت اول خليه في اهي الاي 1 وضغطت انتر هيطلع لي الرقم ده. لو سحبت كده ونزلت هتطلع لي ارقام غريبه. ايه الارقام الغريبه؟ هوسع بس الخانه كده. ايه الارقام الغريبه دي؟ لو وقفت هنا وقعدت اقرا المعادله هلاقي دي 3 مضروبه في اي 2، طيب دي 4 مضروبه في اي 3، لا طب انا عايزاها يتضربوا كلهم في اي 1. اي 1 مش اسحب وانزل، لا يتنفذوا في كل واحده في الصف بتاعها وتاخد الخليه اللي بعدها، لا انا عايزاها كلهم في اي 1. يبقى اذا كده انا عايز اثبت اي 1. فكره ان انا اثبت اي 1 وانا بكتب المعادله يعني يساوي اهي الخليه اللي هتتضرب في الخليه الثابته، بروح كاتبه الخليه الثابته وبقف كده ما بين العمود وما بين يعني ما بين الاي وما بين الواحد، وبروح ضغط على اف 4. اف 4 من لوحه المفاتيح كده انا بقول له خلي بالك الخليه دي ثابته، انا ثبتها لك بالاس دولار من هنا واس دولار من هنا وانتر. وبعدين اروح سحبه ونازله هلاقي الباقيين شايفين اختلفت ازاي؟ دي كده مضروبه اهو دي 3 في اي 1، طيب دي 4 في اي 1، طب دي 5 في اي 1. طيب اخر حاجه انا عايزه اقولها قبل ما اقفل شرح الاكسل كده بسيط ليه. لو انا عندي ورقه من هنا عايزه ان انا انقلها، يعني ايه؟ انا عندي مثلا الورقه الاولى اللي هي ورقه واخده رقم ورقه واحد عايزه انقلها في الاخر، بعمل كليك يمين على الورقه وعندي حاجه هنا اسمها نقل او نسخ بضغط عليها. طيب هنا بيقول لي عايزه تنقليها لانهي ملف اكسل، يبقى الى المصنف دي. لو انا هنقلها من ملف الاكسل ده خالص هوديها لملف تاني، بفتح السهم هنا وبختار منه. طيب الورقه دي لما تروح في ملف مثلا ده او ملف الاكسل تاني هنقولها قبل اي ورقه؟ هحركها في الاخر زي ما انا قلت عايزه انقل الورقه دي في الاخر، ولا احركها قبل الورقه 4، ولا احركها قبل الورقه دي؟ ده انا هنا لو انا هنقولها داخل نفس الملف، لو داخل ملف تاني بختار الملف التاني من هنا وبرده بختار هنقولها قبل انهي ورقه في الملف التاني. طيب ده النقل. طب لو النسخ، لو انت هتاخدها نسخ نسخه منها مش هتنقلها بحدد في المربع ده. يبقى لو انا عايزه نقل بشيل الصح دي وبعدين هنا بختار في نفس المصنف او نفس ملف الاكسل، ولا مصنف تاني ملف تاني اكسل، لا انا عايزاها في نفس الملف ده. طب عايزه اوديها فين؟ انا عايزه اوديها في الاخر. يبقى انا عايزه انقل ورقه واحد اوديها في الاخر. عايزاها نسخه منها يعني ورقه واحد تبقى هنا ونسخه تانية تبقى في الاخر، لا انا عايزاها نقل، اعمل موافق. ادي ورقه واحد جت في الاخر. طيب الورقه دي اللي هي اتش اف اف انا عايزه اعمل نسخه منها، ادي كليك يمين وادي نقل او نسخ، نسخه منها في نفس المكان. طب انت عايزه النسخه فين؟ انا عايزه النسخه تبقى في الاول هنا، يبقى عايزه قبل ورقه 2، ما هو الاول هنا ورقه 2 اهو، واعمل انشاء نسخه. في الحاله دي الاتش اف اف هتبقى هنا واحده والنسخه بتاعتها اللي انا بعملها هتبقى هنا. وطبعا انا هختار من هنا ايه؟ لا مش هختار ملف اكسل تاني، نفس ملف الاكسل وهعمل موافق. اهي اتعملت نسخه منها هنا ودي هي الورقه. يا رب اكون